اليوم. لقطة اليوم النهاردة هي عن نجمنا المصري محمد صلاح. صلاح شفنا ال 24 ساعة اللي فاتوا فيديوهات موجودة على السوشيال ميديا كتيرة جدا لمحمد صلاح وعن بعض من لاعبي ليفربول بيعدوا على الناس اللي هم البيج فانز بالنسبة لليفربول وكمان الأطفال اللي بيحبوا ليفربول بشكل كبير جدا وكان بيعدي بيخبطوا على الناس. شفنا كمان كان فيديو يعني اللي موجود ترند هي السيدة المسنة السيدة الكبيرة اللي خبط عليها وقال لها محمد صلاح فتخض. كانتش مصدقة ان هي شايفاه قدامها. تخض طبعا يعني اجمل الفيديوهات اللي شفناها فهي حتى بتنده على متهيألي بتنده على اولادها او بتنده على حد تقول لهم تعالوا بسرعة محمد تعالوا بسرعة محمد صلاح واقف بره. طب انت يحيى لو حصل معاك حاجة زي كده يعني انت لو لقيت الباب بيخبط ولقيت صلاح قدام منك يعني اعزمه بقى شوف نعمله بقى خلي بقى الحاجة تعمل شوية محشي كده يعني ناكله كده ونعمل معاه الواجب يعني. طبعا لقطة جميلة جدا وشايف ان هي على فكرة كرييتيف جدا من ليفربول كمان لان هي دي افكار يعني ناس بتشتغل وناس عايزة تبقى قريبة من جمهورها مش فكرة ان انا بحب حد لا يعني ان هم اكيد الناس دي ما عملتش كده من نفسها اكيد ده متخطط له ومترتب له من ادارة ليفربول ومن الناس اللي شغالة ماركتينج في ليفربول ان انت تاخد محمد صلاح وبعض النجوم وتنزل تلف على الناس في الشارع. ده انا بشوفه شيء مهم جدا جدا انك تقرب لعيبتك من الجمهور أنا بتاعك. انا كمان اللي لفت انتباهي كمان في الفيديو ده يا يحيى ان صلاح كان واقف بعيد يعني هو واقف بعيد لغاية لما هي تبتدي تستوعب وبعد كده بدا يستأذن وقرب يعني صلاح عشان خجول بس حتى وهو شويتين. بيتعامل يعني حتى طبعًا. طريقة فيها احترام كبير للخصوصية فيها شيك يعني هو نجم كبير جدا ولكن انا شايفة ان هو واقف بعيد لغاية لما هي بدأت تنده على الناس جوه وهو بدأ لا هو كان من اجمل الحاجات اللي احنا شفناها في الحقيقة الاسبوع طبعا يعني بشوف ان انت مهم جدا ان انت تكون في تواصل بينك وبين الجمهور لان الجمهور هو العامل الاساسي بالنسبه لاي فريق في العالم يعني مش فكره ان انت انا الجمهور بيروح الاستاد وبيشجع وخلاص لا فكره ان انت بتنزل وبتروح وبتقابل والحاجات الانسانيه اللي دايما متعودين عليها من نجمنا المصري محمد صلاح ممكن تكون بتنسيق مع اداره ليفربول بس في الاخر ان انت عارف ومقدر حجم وقيمه محمد صلاح ان الراجل ده لما يروح لحد تشوفه بقى في الشارع تشوفه عند بيتك عند ايا كان قد ايه الناس دي هتبقى فرحانه وقد ايه الناس دي هتبقى مبسوطه وقد ايه بيوصل لك في الاخر ان لعيب مصري بقى مؤثر في كل العالم بالنسبه لكل الشعوب مش فكره ان انت جه مصر بس فراح عند حد فعارفه لا هو بقى مؤثر في كل شعوب العالم بالشكل اللي انت بقيت بتشوفه على السوشيال ميديا وصل رسائل كتيرة قوي 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 واعتقد يعني ان محمد صلاح خلاص هو عدى حاجات كتير وعدى الكلام اللي انت ممكن تكون بتتكلمه عنده بمراحل يعني في ظل كل الارقام والحاجات اللي بيعملها مع ليفربول الحقيقه دايما موفق ودايما رافع راسنا كلنا كمصريين ودايما افضل لاعب في العالم وان شاء الله يكون موسم تاريخي لمحمد صلاح. يمكن البدايه ما كانتش افضل حال زي ما كانت بتتكلم اميره في الاول بس ان شاء الله يكون موسم تاريخي لمحمد صلاح. احنا دلوقتي تلاقينا دايما لما بنجيب سيره صلاح اول حاجه واحنا بنقول محمد صلاح تلاقينا ابتسمنا كده ايوه والله فعلا يعني تلاقينا ابتسمنا وتلاقينا يعني بقينا بنتكلم بوزيتيف انرجي وشايفين وحاله من السعاده والبهجه والامل ولان ده احنا كمصريين عارفين بدايه محمد صلاح كانت ازاي وبدا من فين ووصل لفين وبقى ايه وما زال في حصد الالقاب والبطولات. يعني محمد صلاح نموذج للعالم كله ولينا كمصريين اكيد فخر لينا كبير جدا احنا بنبقى يعني سعداء كل يوم واحنا بنقول ان محمد صلاح بيكسر ارقام بيحقق ارقام مزيد من الانجازات اكيد لنجمنا المصري. يا رب نشوف كتير امثال محمد صلاح وعلى خطى محمد صلاح من اللاعبين المصريين.